أنا عارفة إن مهمتكم الأخيرة في كوكب نبتون كانت متعبة، عشان كده هنحاول نريحكم. هتدونا أجازة من الاختبارات؟ دكتورة ليلى تقصد إنكم هتروحوا لكوكب قريب من الأرض. بس قبل الرحلة يا دكتور مصطفى لازم كل فريق يستقبل عضو جديد. عضو جديد؟ روبوت؟ ده روبوت من تصميم وصناعة علمائنا في وكالة الفضاء المصرية. وطبيعة المهمة؟ أكيد استكشافية يا أمير، النوع ده من الروبوت بتبقى دي مهامه، ده متطور جدا. يبقى هنروح كوكب صخري عشان الروبوت يقدر يتحرك عليه. مظبوط يا فارس، مهمتكم هتبقى على كوكب عطارد. وهنستكشف ايه؟ عطارد يا تيكو مليان أحواض أو فوهات، يعني فتحات بس كبيرة شوية. وواحد من أكبر الأحواض دي فرس البحر الضخم. ويا ترى شكله ايه؟ وايه مواصفاته؟ وليه تسمى كده؟ هو ده المطلوب منكم، تجاوبوا على الأسئلة دي. كل فريق هيتحرك لكوكب عطارد وينقل الوكالة عن طريق الروبوت كل البيانات المطلوبة عن فرس البحر الضخم. كوكب عطارد أقرب كوكب للشمس، يعني أكيد الحرارة هتبقى عالية جدا. توصل درجة الحرارة على سطحه ل 450 درجة يا سارة. ما تشغلوش نفسكم بالحرارة لأن البدلة هتخفف، ده أكيد. الأهم ننظم المشي وطريقة نفسنا. وده هيفيدنا بإيه يا أمير؟ هيخلينا هاديين وعندنا قوة تحمل أكبر. وصلنا. درجة الحرارة عالية قوي، في ضوء قوي جدا، انا مش شايفة حاجة. ده ضوء الشمس يا ماري، انت ناسي اننا على اقرب كوكب من الشمس. فعلوا نظام تقليل الاضاءة في الخوذة بسرعة. فعلا يا تيكو، احنا كده قادرين نشوف بشكل طبيعي. هنبدأ ازاي؟ الوكالة برمجت نظام تحديد موقع جغرافي من خلال الروبوت. يعني الروبوت هيتحرك واحنا وراه؟ بالظبط يا علي، انا هدوس زر التشغيل للنظام عشان نبدأ المهمة. الروبوت بيعرض المعلومات الأساسية عن كوكب عطارد. في حاجة شدت انتباهك؟ حجم الكوكب، مكتوب هنا انه قطره 4880 كيلومتر، يعني اقل من نص حجم كوكب الارض. بقى هو ده اللي شد انتباهك. تقصد ايه يا فارس؟ دي معلومه بسيطه جدا اي حد مهتم بالفضاء يعرفها. ده معناه انك مش بتقرا خالص فارس. فارس، كلنا ملاحظين انك مش بتحب تتكلم او تاكل معانا، حتى في اوقات الترفيه بتقعد لوحدك، لكن مش من حقك ابدا تسخر مننا. عمر عنده حق، إحنا فريق واحد، لازم تعتذر. أنا آسف، مقصدش، أوعدك مش هعمل كده تاني. لازم نتحرك بسرعة على قد ما نقدر. إحنا على حدود فرس البحر الضخم. مش ملاحظين حاجة غريبة؟ إيه يا سما؟ كل مهمة كنا بنشوف عداد زمني بيحدد لنا المهمة، لكن المرة دي مش موجود. وده معنى حاجة؟ مش عارفة لسه، بس الموضوع ايه ده؟ المكان ده مخيف جدا. احنا فين؟ احنا اتحبسنا في فرس البحر الضخم. دلوقتي بتبدأ المهمة فعليا. تنبيه الى جميع المتسابقين، انتم الان داخل حوض فرس البحر الضخم، وهو من اخطر الاماكن على كوكب عطارد. المهمة هي الخروج منه خلال الوقت المحدد. مفيش غير فريق سما اللي لاحظ ان مفيش ساعة. اتميزوا بقوة الملاحظة، لكن المرة دي كل فريق اتميز بحاجة. ازاي؟ الفريق الازرق بدأ يتعامل بطريقة تلقائية مع امير باعتباره القائد. امير فرض نفسه بشخصيته وخبراته. والفريق الاحمر عنده ثبات انفعالي وقدرة على التجاوب السريع مع المفاجآت والازمات. والفريق الاصفر؟ صحيح ان هم قدروا يتعاملوا بروح الفريق، لكن عندهم مشكله كبيره جدا. فارس؟ بالظبط، هم حاليا بيحاولوا يفهموه ويسيطروا على الفريق،
لكنه تقريبا هو الفريق الوحيد اللي لسه مش قادر ينسجم. تفتكر وقوعهم في المتاهة هيغير حاجة؟ لازم نتحرك بسرعة على قد ما نقدر. فرس البحر الضخم حر جدا والحركة فيه تقيلة. فعلا مش هنقدر نستحمل كتير، بس هنتحرك في أي اتجاه. من هنا؟ لا من هنا. لا 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 يا هنا، السكة دي أحسن. لازم نفهم حاجة قبل ما نحدد هنتحرك إزاي وفين. إيه هي؟ إن الساعة طالما اشتغلت فدي هي المهمة الحقيقية. يعني إيه؟ ما تكبرش الموضوع يا فارس، صعب جدا تبقى متاهة. لو كان الخروج سهل يا عمر ما كانتش الساعة اشتغلت. وإنت شايف نبدأ منين؟ نبدأ من عند الروبوت طبعا. بس الروبوت قدم مهمته يا تيكو ووصلنا لهنا. ومين قال إن له مهمة واحدة؟ يعني إيه؟ إنتوا ناسين إنه عضو في الفريق. لأ بس مهمته كانت يوصلنا. عضو الفريق؟ مهمته بتنتهي مع نهاية المهمة كلها. صح يا ماري، ده غير إننا اكتشفنا معلومات كوكب عطارد اللي متخزنة في ذاكرته. بيتهيألي إنتوا فهمتوا أنا أقصد إيه. تقصد إن مفتاح الخروج من متاهة فرس البحر الضخم هيبقى من جوه الروبوت ده. لو دي متاهة فعلا ودول أربع طرق، فده معناه إن طريق واحد بس هو اللي صح. يا سلام يا فادي، حليت اللغز كده. ما احنا عارفين ان سكة واحدة بس هي اللي صح. استني يا سارة خليه يكمل. احنا في حوض فرس البحر الضخم واكيد ليه مواصفات، وده معناه ان سكة واحدة بس هي اللي مواصفاتها هتبقى مطابقة لمواصفات الحوض. والمعلومات اكيد على ذاكرة الروبوت، فكرة هايلة. بس في مشكلة واحدة بس. ايه هي؟ هنحتاج نختبر الاربع سكك، وده هياخد وقت طويل ويمكن ما نلحقش. انت حلتيها يا سارة. ازاي؟ ازاي؟ باننا نتحرك حالا وما نضيعش ولا ثانية واحدة. هنجع ومش هنعرف نخرج. ارجوك يا بودي سيبني، انا بشوف حاجة مهمة جدا. بس انت فاتحة نظام التشغيل اللي عامله علماء وكالة الفضاء المصرية، بتدوري على ايه؟ اخيرا لقيتي حل المتاهة. لا بس لقيت اول الطريق. ازاي؟ الروبوت ده بيمشي بسرعة 4 متر في الدقيقة، وعنده خاصية التعرف على الفراغ والحواجز، وكمان هو احنا هنشتريها سما. يا بودي افهم، الروبوت ده يقدر يتحرك من غير ما يخبط في أي حاجة، ويقدر يتعرف على المساحات اللي ما فيهاش أي حاجز زي حيطة أو جبل. يعني نقدر نحركه في أي سكة من الأربع سكك دول وهو يتعرف لوحده على الطريق؟ بالظبط. طيب مستنيين إيه؟ في مشكلة قدامنا. أنا برضو قلت إن مفيش حاجة سهلة، هنجيع ومش هنعرف نخرج. حد يسكته. إيه المشكلة يا سما؟ محتاجين نبرمج الروبوت إنه يتحرك جوه المتاهة. ودي صعبة؟ جداً، بس مش مستحيلة. الفرق الأربعة بتأدي بشكل ممتاز، بيتمتعوا بمرونة وتنوع في طرق التفكير. التحليلات هنا بتقول إن الفريق الأصفر قدر يوصل لبداية الحل عن طريق ربط الظواهر والمعلومات، والفريق الأحمر قدر يستنتج من معلومتين، بس هيخرج إزاي؟ الأزرق كان تفكيره منطقي جداً، أما الأخضر فتفكيره كان إبداعي. مع الأسف يا دكتورة ليلى، كلهم ضيعوا وقت أكبر من لازم. لكن دول قدروا يعرفوا في أقل من تلت الوقت هيخرجوا إزاي؟ ما تنسيش إنهم لازم هيختبروا السكك الأربعة، وده محتاج وقت. قصدك إيه دكتور مصطفى؟ مش هيلحقوا يخرجوا؟ كل المؤشرات لغاية دلوقتي بتقول إن هما مش ممكن يخرجوا في الوقت المطلوب. حجم المعلومات اللي متخزن في ذاكرة الروبوت كبيرة، لكن قدرت استوعب معظمها. مش لازم نلاقي هنا كل المعلومات اللي قريناها. عندك حل بديل؟ بفكر إننا نستبعد أي سكة فيها معلومة مش مطابقة للي لقيناه جوه ذاكرة الروبوت. الفكرة دي أسهل وأسرع. انت ساعدتينا كتير، احنا لازم نرجع حالا. ليه يا تيكو؟ الروبوت طبيعته استكشافية، وهنا رصد كميات عالية جدا من الهيدروجين والهيليوم، ودي معلومة مش مطابقة لطبيعة كوكب عطارد. وعرفت ازاي؟ عطارد ملوش غلاف جوي، وبالتالي الهيدروجين والهيليوم والأكسجين كمان موجودين لكن بنسبة بسيطة جدا. ملاحظة في محلها يا تيكو، كده استبعدنا أول سكة في المتاهة. احنا في السكة رقم 2. أنا حاسس مش هنلحق نلاقي مخرج المتاهة قبل الوقت. كابتن شهاب اللي دربني وخدت معاه بطولات كان دايماً يعلمني حاجة مهمة قوي. إيه هي؟ اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيحصل لك. يعني إيه؟ يعني لو قلت إنك هتخسر يبقى أكيد هتخسر. يا جماعة إحنا في سكة غلط. إزاي يا سارة؟ لو إحنا في حوض فرس البحر الضخم فعلاً يبقى سطوع الشمس مش مناسب.
ممكن توضحي؟ حوت فرس البحر الضخم اسمه كالوريس، ودي كلمة مش عربية. فعلاً، وترجمتها حرارة، وتسمى كده لأن الشمس بتتعامد عليه لما يمر عطارد بأبعد مدى حوالين الشمس. والشمس حالياً مش متعامدة. ملاحظة صحيحة، بس متأخرة جداً، خسرنا وقت كتير. ما كنتش متخيل انك هتقدر تخلي روبوت يتعامل مع المتاهة. انت ناسي حاصل على المركز الاول في المسابقة العالمية للروبوت. الطريقة بتاعتك خلتنا نخلص سكتين، وحاليا داخلين على التالتة، وفي وقت قياسي احنا اكيد هنوصل اول فريق. ده غير ان الروبوت ما بطلش ارسال بيانات للوكالة او استخراج معلومات استكشافية. نختار اي سكة، دي ولا دي؟ دي. ايه حصل؟ الروبوت وقف. مش ممكن، بطاريته خلصت. ازاي؟ ده كان لازم يكمل ساعة كمان. واضح اني لما برمجته على المتاهة استهلك طاقة زيادة. والحل باقي لسه سكتين. هنعرف طريقنا ازاي؟ بعقلنا. يلا ندخل السكة اللي اخترناها. الروبوت كان مهم جدا، لكن خلاص بطاريته فديت، احنا ما ينفعش نقف. يلا نكمل. الفريق الاخضر هو اكتر فريق بعد بيانات للوكالة. صحيح، لكن الفايدة لما عملنا الاختبار ده كان الهدف نشوفهم هيتصرفوا ازاي، مش انهم يعتمدوا على روبوت. انا شايفة انهم اتصرفوا بطريقة مبدعة جدا واستغلوا كل امكانياتهم، حتى لما بطارية الروبوت خلصت كانوا ايجابيين وما حسوش بالفشل. لكن وجود الروبوت خلاهم ما يبذلوش مجهود. على العموم هما بذلوا مجهود في تطوير الروبوت، وحاليا هنشوف الفرق كلها هتعمل ايه. باقي 3 دقايق، اخر فرصة. لازم ندخل من هنا. فارس، دي اخر فرصة وقدامنا سكتين، لازم نختار واحدة ونتفق عليها. واحنا في كل خطوة بنضيع وقت طويل عشان نتفق. خلاص اسمعوا الكلام ويلا ندخل بسرعة. مستحيل تكون السكة دي صحيح. ليه بتقول كده؟ لان حوض فرس البحر الضخم عبارة عن فوهات وفتحات، وحواليها جبال ممكن توصل لألفين متر. السكة اللي انت عايز تدخلها مفيهاش جبال، والسكة دي مدخلها جبال. انا مصمم على رأيي. واحنا محتاجين نقتنع يا فارس. مفيش وقت، وافق على رأينا وادخل معانا. لو وافقت هخسر، وانا ما بحبش اخسر، وزي كل مرة هتعرفوا اني كنت الصح. واحنا اخترنا سكتنا. يعني فارس مش موجود؟ أيوة، فين فارس؟ مع الأسف فارس هو الخسران الوحيد. فارس، كلنا عارفين انت زعلان قد ايه. انا الوحيد يا دكتور مصطفى اللي ما قدرش يخرج من متاهة عطارد. يبقى لازم تعرف غلطت في ايه. ما كانش عندي ثقة في اختيار زمايلي في الفريق. عشان مش بتقعد مع زمايلك، بتاكل وبتقعد وبتقضي وقت الراحة والترفيه بعيد عن فريقك. بس أنا مش متعود أبقى مع حد. هنا في وكالة الفضاء المصرية لازم تتعود تبقى عضو في الفريق. هحاول يا دكتور مصطفى. وانت بتحاول حابب إنك تعرف إن درجاتك قلت جدا. عشان الخسارة طبعا. لا، بسبب أدائك مع فريقك. السخرية والإنعزال والتعالي على زمايلك مش من صفات رائد الفضاء. يعني هيتم استبعادي من المسابقة؟ لسه عندك فرصة. شكرا يا دكتور مصطفى. لو عاوز تشكرني بجد يبقى تتعلم من أخطائك وتعوض اللي فات عشان تثبت إنك تستاهل تبقى رائد فضاء. جاهزين للمهمة الجديدة؟ جاهزين. كل فريق ياخد مكان. دي كراسي. احنا لسه هنقعد. ايه المهم؟ دلوقتي هتعرفوا كل حاجة. ايه ده؟ زرار سرعة. دكتور مصطفى احنا جاهزين.
جاهزين. نقدر نبدأ يا دكتورة. جاهزين. النهاردة مسابقة. كله يستخبى مني. هنخسر هنخسر. ممكن حضرتك تشرح لنا؟ هنختار كوكب ونسألكم عنه، والأسرع في الإجابة بيكسب. كوكب إيه؟ المشتري. وإيه قواعد المسابقة؟ دكتورة ليلى هتسأل 12 سؤال، كل مرة متسابق واحد بس من كل فريق هو اللي هيجاوب، وبنحسب الزمن، والفريق الأسرع في الإجابة هو اللي هيكسب. ده معناه إن المنافسة فردية؟ بالظبط. لكن إحنا هنا بنعودهم على العمل الجماعي. المرة دي بنعودهم على حاجة مهمة جدا. وإيه هي؟ الثقة. هنشوف كل واحد هيثق في زميله ولا لأ. السؤال الأول، صواب أم خطأ؟ يعتبر كوكب المشتري هو أضخم كواكب المجموعة الشمسية. صواب، ده ضخم لدرجة إنه ممكن يشيل جواه كل كواكب المجموعة الشمسية. نجح. السؤال الفريق الأزرق، قطر كوكب المشتري حوالي 140 ألف كيلومتر. صواب. عرف الإجابة في الثانية الأولى؟ قلتلكم تستخبوا. الفريق الأحمر، ترتيب كوكب المشتري هو الخامس بالنسبة لقربه من الشمس. صواب. السؤال الفريق الأصفر، المسافة بين المشتري والشمس حوالي 380 مليون كيلومتر. سؤال صعب، الوقت بيعدي، أنا متردد. خطأ. ليه خطأ؟ لأن المسافة 780 مليون كيلومتر مش 380 مليون. أنا آسف يا جماعة، جاوبت متأخر. مش مهم يا عمر، إحنا فريق واحد، هنعوض في اللي جاي. ملاحظة حاجة يا هنا؟ طبعاً، فارس مش هو فارس. انتهت الجولة الأولى. طلع النتائج على الشاشة. الفريق الأزرق الأول، الفريق الأصفر الأخير. إعلان النتائج بالشكل ده مش هيضغط عليهم. هو ده المطلوب، إنهم يختبروا نفسهم تحت ضغط ويقدروا ياخدوا قرارات سريعة. الإشارات اللي بتوصلنا عن طريق الأساور الذكية نقلت لنا فعلاً إنهم بدأوا يتوتروا. دكتورة ليلى، إحنا جاهزين لمجموعة الأسئلة الجديدة؟ المرحلة دي مختلفة، كلكم هتتسألوا نفس السؤال، اللي متأكد من الإجابة بس هيدوس زرار السرعة، والأسرع هيبقى الكسبان. لازم أبقى الأسرع، لازم نكسب. فرصتي صعبة، لكن لازم أبقى أسرع من الكل. إحنا أخدنا المركز الأول وعايزين نحافظ عليه. فريقي كان في المركز الثالث، لو خسرنا المرحلة دي هتبقى فرصتنا صعبة جدا. جاهزين؟ جاهزين. معروف إن كوكب المشتري من الكواكب العملاقة الغازية، لكن ما هو المكون الأكبر للغلاف الجوي للمشتري؟ الهيدروجين، وبيشكل حوالي 90% من الغلاف الجوي. واضح إن المرحلة دي هتبقى صعبة جدا، وهتبقى أصعب مع الأسئلة الجاية، لأن في متسابقين شاطرين جدا هيقابلوا بعض. لازم تركزوا، لأن الترتيب ممكن يتغير من سؤال لسؤال. كم يبلغ حجم المشتري بالنسبة للأرض؟ كلكم دوستم في نفس الوقت، لكن الكمبيوتر هيقول لنا مين كان الأسرع. الفريق الأزرق، إجابتك؟ حجم المشتري كبير جداً، وحجمه قد كوكب الأرض حوالي 1300 مرة. محتاجين نكسب سؤال على الأقل. فعلاً مركزنا كده وحش جداً. حظنا وحش قوي، فارس وبودي قصادنا. معلش يا علي، لازم يبقى عندنا أمل، ولازم يبقى عندنا ثقة في زميلتنا. السؤال، كم يبلغ طول السنة واليوم على كوكب المشتري؟ الفريق الأحمر، المشتري بيدور حوالين نفسه بسرعة كبيرة، وبسبب بعده الكبير عن الشمس فالسنة على المشتري بحوالي 12 سنة أرضية، واليوم 10 ساعات. إجابة صحيحة. إحنا الفريق الوحيد اللي ما جاوبش ولا سؤال. يعني بقينا في المركز الأخير؟ يبقى لازم نبقى الأسرع في السؤال ده. ما ملاحظ يا دكتور مصطفى إن الأسئلة سهلة. إحنا قصدنا ده، أسئلة معلومات عامة يقدر أي حد عنده حب للفضاء يجاوبها. وليه ما تبقاش صعبة؟ لأن سهولة الأسئلة ممكن تحقق حاجتين، الأولى
بتغريهم يبقوا أسرع، والتانية بتخليهم يغلطوا. يغلط في سؤال سهل؟ المتسابق لو فكر إن السؤال سهل ومحتاج يبقى الأسرع، ده بيخليه تحت ضغط كبير، وممكن يتسبب في اتخاذ قرارات غلط، خصوصاً لو محتاج يكسب. فاضل سؤال تفتكر مين هيجاوبه؟ السؤال الأخير في المرحلة الثانية، كم عدد أقمار كوكب المشترى؟ الفريق الأخضر، إجابتك إيه يا بودي؟ 57 قمر. الفريق الأحمر؟ 67 قمر. إجابة صحيحة، اتفضل. أنا أسفة يا جماعة، عارفة كل الأجوبة لكنهم كانوا أسرع مني. ما يهمكيش يا هنا، هنكسب في الآخر. ما تزعلش يا بودي، كلنا بنغلط. أنا مش زعلان عشان جاوبت غلط يا سامة. طيب ليه زعلان؟ عشان أنا عارف من الأول إني هجاوب غلط. أنت أديتي كويس قوي وكنت هايلة، بس الفريق الأحمر كان أحسن. مش مهم، المهم إننا بنتحسن وإجاباتنا صح. دلوقتي نقدر نشوف نتائج المرحلة التانية. المركز الأول الفريق الأحمر، المركز الثاني الفريق الأزرق، المركز الثالث الفريق الأصفر، المركز الرابع والأخير الفريق الأخضر. عاوزين نركز في المرحلة الأخيرة. أعتقد الخطر من الفريق الأزرق. فعلاً، إحنا الاتنين قريبين جداً من بعض، والأصفر كمان منافس شرس جداً. ما تفكروش مين المنافس، فكروا إننا نكسب. لازم نخلي بالنا كويس لأن المراكز مش مضمونة. أنا برضو لاحظت ده، أي حد ممكن يكسب المسابقة في الآخر. المرحلة اللي جاية هي الأخيرة ولازم نكسب. أنا لاحظت إن الأسئلة سهلة جداً، وده معناه إن فريق الوكالة بيقيمنا بشكل تاني. زي إيه؟ يعني سرعتنا في الإجابة أو إزاي بنجاوب مثلاً، أو يمكن بيراقبونا إزاي ممكن نساعد بعض. لازم نعوض اللي فات، حققنا المركز التاني مرة والرابع مرة. يبقى المرة دي ناخد الأول عشان نضمن ترتيبنا. أنا خايف ناخد التالت. إيه رأيكم نسيب بودي هنا؟ وصلنا لآخر مرحلة، معانا اتنين من كل فريق، والمطلوب إنهم يتفقوا على إجابة واحدة، وكالعادة الفريق الأسرع هو الفريق الكسبان. يلا نبدأ. إيه ده؟ مشترى تاني؟ ده نموذج مشابه لكوكب المشترى، لكن هنعمل فيه بعض الاختلافات. يعني إيه؟ يعني هنضيف إليه أربع أخطاء ولازم تلاقوهم. يا ترى اختلف في إيه؟ يلا نبدأ. الاختلاف الأول، الفريق الأحمر، دوران الكوكب معكوس، المفروض يدور عكس عقارب الساعة لكنه هنا بيدور معاها. إجابة صحيحة، حاسس إننا هنكسب، ماري وتيكو شاطرين جدا. الاختلاف الثاني، البقعة الحمراء العظيمة، صحيح إن البقعة دي مكانها بيتغير لكن هي هنا مش موجودة. البقعة دي أضخم إعصار في المجموعة الشمسية كلها وممتدة لحوالي 400 سنة. دي كبيرة لدرجة إنها ممكن تشيل 3 كواكب قد كوكب الأرض، وتعتبر من العلامات المميزة للمشترى. إجابة صحيحة، واضح إن المنافسة رهيبة، لازم نسبقهم. أنا واثق فيهم واثق إننا هنكسب. الاختلاف الثالث، حلقات كوكب المشترى ناقصة، المفروض إنهم 3 حلقات رقيقة من الغبار والجليد، داخلية ومضيئة وخارجية. هنا هم حلقتين بس. إجابة صحيحة، أنا مش قادر ألاقي الاختلاف الرابع. ولا أنا، الموضوع صعب. لازم تلاقيه بسرعة لأن دكتورة ليلى هتسأل حالا. مش هعرف يا فارس. لازم تعرف وإلا هنخسر. فارس أنا هتلاقيه، أنا واثق فيك. الاختلاف الرابع، جاوب ما تخافش. الميل. وضح. الميل المحور للمشترى زايد قوي هنا، مع انه مشهور ان ميله بسيط حوالي 3.1، يعني شبه مستقيم، وده اللي بيخلي مفيش تغيرات في الفصول كبير. الاجابه صحيحه. صح يا فارس، صح، اجبت صح، شكرا. مش قلتلك اني واثق فيك. نتيجه المسابقه النهائيه، دكتور مصطفى حبيت أبقى معاكم وإنتوا بتعرفوا نتيجة مجهودكم. مين الفايز يا دكتور؟ في فريقين حققوا نفس الأرقام ونفس الزمن. مين هما؟ الفريق الأول هو الفريق الأزرق. مبروك، كنا فريق متكامل وحقق المكسب بفرق سؤال واحد بس،
وهو سؤال البقعة الحمراء العظيمة. ده بسبب سارة، هي اللي قالت لي على الإجابة. أنت اللي كسبتينا. والفريق التاني هو الفريق الأصفر، وحقق المكسب بنجاحه في إجابة سؤال ميل محور كوكب المشتري. أنت اللي كسبتنا. مبروك. أنا حاسة أننا طلعنا كسبانين إحنا كمان. إزاي يا ماري؟ كسبنا بعض، خرجنا من المسابقة وكل واحد عرف أن زميله يقدر ينجحه. ده صحيح، كل واحد فينا نجاحه كان معتمد على نجاح زميله. المسابقة دي كانت أجمل حاجة حصلت لنا لحد دلوقتي. أنا لازم أتأسف لكم يا جماعة، أنا آسف. ليه يا جودي بتعتذر؟ المسابقة دي علمتني إن اللي بفكر فيه هو اللي بيتحقق. يعني إيه؟ يعني كنت شايف الخسارة قبل المكسب، علشان كده خسرنا. ولا يهمك، المهمة الجاية هنعوض. المهمة الجاية؟ هو إحنا نقدر نعوض المهمة الجاية؟ إحنا أكيد هنكسب. أيوة كده. مالك يا سارة؟ زي ما تكوني مش فرحانة إننا كسبنا. لا بس متأثرة شوية. ليه؟ أول مرة أحس بالتقدير. تخيلوا إن عمر ما حد أخد باله مني إلا أنتم. معقولة؟ دايماً بحقق نجاحات وبعمل حاجات حلوة، لكن ما حدش كان بيقدر ده. أول مرة أحس بنفسي إني ناجحة. النهاردة أسعد أيام حياتي، والفضل ليكم، أنتم أحسن فريق في الدنيا. بيتهيالي يا فارس إننا بدأنا من جديد. فعلاً يا هنا، بدأنا نعرف بعض. أتمنى تسامحوني على كل حاجة وحشة عملتها. الفريق بيسامح ويساعد، هو ده اللي هيخلينا ننجح. بس المرة دي ما كنتش سبب النجاح. أمال مين؟ الفريق يا فارس، الفريق هو اللي نجح.